السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد بعنوان أتعاون مع زملائي. أولا نقرأ الآية الكريمة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، الآية الثالثة من سورة المائدة. يحثنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة على التعاون، وأن نتعاون على فعل الخير ونساعد بعضنا البعض. لاحظوا معي هذه الصورة جيدا، ماذا تلاحظون بها؟ جيد، نلاحظ أطفالا مع معلمتهم. أين يتواجدون؟ نعم، يتواجدون في ساحة المدرسة. وماذا يفعلون؟ انظروا إلى الصورة جيدا. نعم، يقومون بسقي النباتات وزرع شجيرات صغيرة جدا. هيا بنا نستمع للحوار المصاحب للصورة. سهيلة: هيا لنتعاون جميعا. سعيد وسعاد: نحن نغرس الفسيلة. مروان: أنا أسقي أزهار الحديقة. ممتاز. بعد الاستماع للحوار ماذا سيفعل الأطفال؟ نعم، سيتعاونون فيما بينهم. وماذا سيفعل سعيد وسعاد؟ سيغرسان الفسيلة. الفسيلة وهي نوع من الأشجار. أحسنتم. كما نرى فإن الأطفال تعاونوا فيما بينهم، وكل واحد سيقوم بمهمة. في نظركم هل هذه الأعمال التي قاموا بها مثل سقي النباتات والاعتناء بها وزرع الشجيرات، هل هي أعمال جيدة ونافعة أم أعمال سيئة ومضرة؟ ممتاز، إنها أعمال جيدة ونافعة. وهل يجب أن نتعاون على الأعمال السيئة والضارة بزملائي ومحيطي؟ جيد، لا، لأنه سلوك غير سليم ولم يوصنا به الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا صغاري، هل تتعاونون مع أصدقائكم؟ ممتاز، بارك الله فيكم. فالله سبحانه وتعالى أوصانا بالتعاون، إذن يجب أن نتعاون على القيام بالأعمال الجيدة والنافعة التي تنفعني وتنفع زملائي ومحيطي. والله تعالى أمرنا بذلك حين قال في آيته الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى.